الو انا عاود جيت على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة كثيرة اللحم وريش مدندل أرجوك يا دجاجة من فضلك تكلمي. ألو صباح الخير عليكم. عباك بلي درت التحاليل، انا حللت، انا كشغل انسان ذكي، انا انسان انتيليجون، انا طول الوقت وانا نحلل. لا تعالي ما باش يدخسوا لا تيجاني توسوس. مين الحمار ابن الكلب اللي اخترع الرياضيات؟ انا نشوف فراشة تنحط فوق وردة نحلل. باش كل واحد بروغرام الحاجة يوجد روح. 27 43 449 452 بقول لك شو بتعمل لي بدي اصبعين بصديق بقول لك بنو الصديق قلت لي اخوي عبد العزيز ماشي ايوه اخرج لي طابي اروح نصفوش كان بيناتنا صاحبي اروح لي طابلو اخرج لي طابي اوك نكبر انا تردوا لي مادامتي الله يسهل عندي واحد القوة اللي خارقة ماشي نقول لكم خارقة وإنما خارقة للعادة شوية فهمتيني تنتحدى أي إنسان طبيعي عادي يطيحني بيدو إن شاء الله بربي وهذه الرياضة هذه ما فهمتي ما كايناش في المغرب كاينه في أوروبا ونتمنى من الله اللي عنده مع هادشي وتيعجبو هاد الرياضة هاد القوة هذه اللي عندي قوة ربانية من عند الخالق الحمد لله عندي أديرة موهبة خارقة موهبة إلهية عندي ربانية رياضة وكذا يدعمنا ويعاوننا وبغينا شي شركة العرض أزياء ولا الإشهارات ولا الموضة ودابا تنتحدى فهمتيني أي واحد وهاد الدراري هادو اللي تتشوفوا إيه من الحومة جبتهم وهما فيهم كاين فيهم اللي تيتريني وطايحت معاهم طيحتهم وكاين بزاف ديال الدراري تنطيح معاهم تنطيحهم ونتمناو من الله شي مساعدة ولا شي حاجة حيتاش أنا ما عنديش فهمتيني ما عنديش فلوس لاصال ما عنديش فلوس ديال بزاف بحال بزاف ديال الأبطال أما أنا فهمتي إلا لقيت شي مساعدة ولا شي حاجة نتمناو من الله نشرف المغرب تايا يعني إن شاء الله في هاد الآونة الأخيرة اللي جاية إن شاء الله هاد القوة اللي عندي خارقة من عند الله فطرة ونتحدى فيها بدر هاري أبو زعيتر جون سينا ريكو باش يطيحني راه ما يطيحنيش في هاد المصارعة الأيادي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الزعيم هكاك شوف لي التليفون ما حبيتش يشعله وريت تشوف وش بيه وش بيه طاح في التواليت إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير